الكلمه تطلق عليكم. ففعلا على جماعه مصر، واحنا هنحاول سيدات مصر كلها تبقى معاكم يعني كده في الكادر اللي عليها نفس المسمى يعني عظيمه مصر. اي حي مصريه عظيمه مصر. بس شكرا على ان احنا وصلنا لهذا المستوى من الاحترافيه ومن المشاركه ومن التشارك ومن الوصول الى اعلى مسمى تشريعي كمان هو برلمان مصر الحالي. بداية عايزة نشكر للنيابة عن نفسي وعن الأصالة عن جميع أعضاء المجلس القومي للمرأة، العضوات اللي شاركوا على مدار السنين، وعشان كده هبدأ بيهم مش هبدأ بالكلام اللي احنا هنقوله. شاركوا في لجان، شاركوا في عطروة، شاركوا في مشاريع. بس احنا النهاردة بنكرم تقريبا 14 يعني شخصية موجودين كانوا زمان طرفنا دلوقتي موجودين معاكم. وهتسلم درع المجلس القومي للمرأة، وهيبقى أول درع بصراحة، أول درع مع المجموعة الجديدة يسلم لأعضاء أو عظيمات مصر. هنبدأ بالاسم. النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس القوم للمرأة، مقررة فرع المجلس محافظة سوهاج. ممكن يسلموا كمان على حضرتك. المفاجأة الحلوة قوي ده أقل ما تقدمه يعني. المفاجأة حلوة قوي قوي. أول درع، أول مجموعة دروع تخرج من مجلس القوم للمرأة، كان أقل حاجة نقدمها لعظيمات مصر. البرلمانية استاذة ابتسام ابو الحاج،